مساء الخير، ازيكم؟ مبسوطين قوي ان انتم معانا النهارده، الناس اللي موجوده في الكنيسه وناس اللي على شاشات الكمبيوتر او التلفزيون. مبسوطين قوي النهارده نخش محضر ربنا مع بعض ونسبحه ونتملي بيه وبجماله. ممكن كده كل حد سواء في البيت او في الكنيسه تعالوا كده نقف مع بعضينا واحنا بنقرا مزمور 16. لو ينفع نطلعه على الشاشة. المزمور ده بيقول، تعالوا نقراه مع بعض: احفظني يا الله لأني عليك توكلت. قلت للرب أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك. القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. تكثر أوجعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي. حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. تعالوا نقول الحتة دي مع بعض، أنا عارفة يمكن بالماسك صعب شوية بس تعالوا نجرب. أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتي. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. لأنك لن تترك نفسي في الهوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. تعالوا نغمض عينينا واحنا واقفين. قول يا رب انا جايه قدامك دلوقتي، عايز القي كل همي عليك، عايز اطرح عندك كل مخاوف. يمكن الاسبوعين دول عمالين نسمع في اخبار كتيره صعبه واخبار كتيره مقلقه ومخيفه ومرعبه، لكن خيري لا شيء غيرك. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أمامك شبع السرور يا رب، بنسلم يا رب ليك طريقنا يا رب للأبد. يا رب أنت وحدك يا رب اللي بتهتم بينا، أنت وحدك يا رب اللي بترعانا. نفسي النهاردة وإحنا كده بنبدأ فترة تسبيحنا تقوله يا رب بسلم ليك طريقي، انت اللي تهتم بيا، انت اللي ترعاني. امين. مصدقين في كده؟ خلونا كل اللي لسه قاعد يقف ونقول الكلمات دي بايمان. Thank you.
الترنيمة اللي جاية مش عارفة لو يمكن كلنا عارفينها ولا لأ، لكن هي كلامها حلو قوي. بيقول يا رب ما أحلى الحياة قربك، بيقول كم أنت حلو لحياتي يا يسوع. نفسي إن احنا نبص كده على يسوع، على هو مين، ونتملي بجماله. لو أنت مش عارف الترنيمة دي اقرأ كلام وصلي معانا وحاول تقول الكلام ده. يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذلي، بالقرب منك راحتي سعادتي، والليل يمضي والغيوم تنجلي، والليل يمضي والغيوم تنجلي. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أمهكت قلبي ومسحتني الدموع. من لي سواك في السماء أرتدي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو 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 يا يسوع، يا رب ملك متوج، يا رب تستاهل يا رب كل المجد. يا رب جايين النهاردة بنسكب يا رب حياتنا قدامك يا رب، لأنه أنت ملك المجد يا رب، أنت المقام يا رب من الأموات، الجالس عن يمين الآب يا رب. أنت يا رب اللي بمجدك يا رب بتشرق على حياتنا وبتدينا حياة يا رب، أنت اللي بتدينا يا رب أمل يا رب ورجاء يا رب، وبتدينا نور ونصرة وشفاء يا رب. جايين النهاردة بنمجدك، بنسجد قدامك وبنعليك. Oh,
بنسبحك يا رب من كل قلوبنا يا رب، ندي لك يا رب كل المجد في اسم يسوع. Thank you.
زي كده بنحط كل الظروف اللي قدامنا، كل حاجة بنسمعها عن المرض اللي مالي البلد كده تحت اسم يسوع اللي ليه كل سلطان، والمفيش اسم فوق اسمه، ولسه تكثو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان أنا يسوع هو الله. أكيد يسوع يقدر على المرض، وأكيد يسوع يقدر أنه يشفي ويحرر الناس اللي المستشفيات مش قادرة تاخدها. أمين. خلونا نقف كأنها خطوة إيمان وفعلا نصرخ ليسوع نقول له عايزينك تيجي، عايزينك تشفي، عايزينك تحررنا من المرض ده، عايزينك تحرر العالم من الأزمة اللي بيعدي فيها. تعالوا كلنا، كل القاعد تعالوا كلنا نقف. أكيد كل حد فينا يعرف حد عيان، فتعالوا كده حتى نتشفع ليه بسلطان يسوع اللي جوانا. Yeah.
نشكرك لأنك أنت الله، أنت ملك الملوك ورب الأرباب. يسوع هو الملك. هللويا. يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب. يسوع المستحق أن تكسو لي كل ركبة من في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو الله. يسوع هو الله. يسوع هو البداية. يسوع هو النهاية. يسوع هو الألف والياء. يسوع هو المخلص. يسوع هو نور العالم. هللويا هللويا. يسوع هو الله المتجسد. يسوع هو اللي صلب ومات وقام من بين الأموات. يسوع يسوع هو ملك الملوك، اسمه رب الأرباب شخصه. يسوع هو المخلص الفادي. يسوع هو الطبيب الشافي. يسوع هو المعلم. يسوع هو السيد. يسوع 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 أحلى اسم في الوجود، اسمه يسوع. الله معنا. الله معنا. الله معنا في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم. يسوع معانا. يسوع معانا. يسوع الحلو قوي. يسوع القريب قوي. انت البداية والنهاية. انت الالف والياء. انت انت الكل في الكل. انت الكلمة المتجسد. انت الكلمة المتجسد. يسوع اللي ما عملش ولا خطية. يسوع اللي اخذ كل السلطان ممن في السماء وعلى الارض. يسوع يسوع اللي داس العدو تحت الأقدام، اللي قلع العدو نياشينه على الصليب. يسوع اسمه يسوع. يسوع اللي جايين نحتفل بيه في هذا الأسبوع، ونعلي اسم يسوع جدا في كل كنائس أرض مصر وفي كل كنائس العالم العربي. جايين نعلي اسم يسوع اللي يستاهل كل الإكرام وكل المجد. يسوع يسوع اللي سحق رأس التنين. يسوع اللي سحق رأس الحية. يسوع هللويا هللويا. يسوع هو الطريق. يسوع هو الحق. يسوع هو الحياة. يسوع هو البداية. هو النهاية. يسوع الأسد الخارج من سبط يهوذا. هللويا. لأنك أنت الأسد. أنت الغالب. أنت الغالب والذي ستغلب إلى الأبد. هللويا. بنشكرك لأنك أنت قد غلبت. قد غلبت واعطتنا الغلبة معك. متشكرين جدا لأنك أنت غلبت واعطتنا أن احنا نكون غالبين زي ما أنت غالب. هللويا. نشكرك لأنك أنت الكاهن العظيم. بنشكرك لأنك أنت شمس البر والشفاء فأجنحتها. نشكرك لأنك أنت الرب القدير. هللويا. أشكرك لأنك أنت يسوع سيد الأسياد اللي ما فيش حاجة تخرج بره سلطانك. حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك. حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك. ما فيش حاجة خارج سلطانك. ما فيش حاجة خارج السيطرة بتاعتك. اسمك يسوع. يسوع حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك. أنت البداية والنهاية. أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. أنت الخبز النازل من السماء اللي تطعم شعبك. أنت اللي تطعم شعبك. أنت المية اللي تروي كل العطشان. أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. اللي تقول تصنع خيرا، تشفي المتسلط عليهم إبليس، تشفي كل مرض في الشعب. وما زلت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. تقول في وسطينا ككنائس وكشعب تصنع آيات وعجائب. مبارك 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 اسمك. أنت اللي ذبحت من أجلنا. أنت اللي قتلت من أجلنا. أنت اللي صلبت من أجلنا. أنت بالموت غلبت الموت. سحقت الموت. سحقت اللي ليه سلطان الموت أي إبليس. أشكرك 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 من كل القلب يا رب. أشكرك. هللويا هللويا. كنت الكلمة في البدء واحد مع الله. مجدك المعلن في الخلق ظاهر فيك الآن. ما أجمل اسمك. ما أجمل اسمك.
مفيش يا رب سلطان يا رب أعلى من سلطانك يا رب، بنرفعك يا رب، تعالى يا رب أنت كون ملك يا رب علينا يا رب في اسم يسوع يا رب. داود تنبأ عنه من 1000 سنة قبل الميلاد. داود عاش من 1010 ل970 قبل الميلاد، وتنبأ عنه وقال كلام واضح جدا عن صليب يسوع. هو في حوالي 30 نبوة في العهد القديم بتتكلم عن مجيء يسوع، لكن في شواهد معينة بتتكلم عن يوم الصليب. في مزمور 22:16 تحديدا بيتكلم: جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. ده قالها من قبل 1000 سنة قبل مجيء المسيح. في مزمور 69:21 يجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. يسوع صلب على الصليب، وكل مقولة بتقول ان يسوع ما صلبش، لا، يسوع صلب. التاريخ بيقول كده هوت، العهد القديم بيقول كده هوت. أشعيا، النبي أشعيا، سنة 740 قبل الميلاد ل681 قبل الميلاد، أشعيا 53، خلونا نفتحها مع بعض. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرق وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا، مضروبا من الله مذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فيه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فيه، من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطعة من أرض الأحياء، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش.
بحبره شفينا، بحبره شفينا. واحنا بنعيد في الاسبوع دوت بدخول يسوع الملك المتوج، مش ملك متوج بجيش داخل معاه، لا ده راكب على جحش ابن اتان. بنعيد بيسوع وبعمله اللي على الصليب، اللي فدانا واشترانا، اللي أخذ اللعنة عننا. اليهود كانوا بيقولوا إنه ملعون كل من علق على خشبة، في سفر التثنية مكتوب كده هوت. فكانوا قصدين إنه يلزقوا تهمة اللعنة ديت على مين؟ على يسوع. ويسوع أخذ اللعنة اللي موجودة بتاعت الصليب، وأخذ اللعنات اللي علينا كلنا، ها؟ عشان يطلقنا كلنا أحرار. اسمه يسوع المخلص، يسوع اللي دفع ثمن خطايانا علشان يعتقنا من عبودية إبليس. خلونا نغمض عينينا نتأمل في يسوع، في عمل يسوع. العيان بتاعنا بيقول ان احنا عندنا احزان لكن هو حملها. العيان بيقول ان عندنا اوجاع لكن الايمان بيقول ان هو تحملها. العيان بيقول ان عندنا معاصي كتير، فمهما كانت معاصينا كتير هو مجروح لأجل أثامنا، مجروح لأجل معاصينا. عندنا أثام كتير بس هو مسحوق. عندنا أمراض مغرقة البلد ومغرقة العالم كله، لكن بحبره، بحبره شفينا. خلينا نقول له احنا بنشكرك يا رب، لان مش بس يا رب النبوات اللي بقالها الاف السنين اتكلمت عن الصليب، لكن يا رب من بدء يا رب الخليقه، يا رب من بدء الخليقه، من بدء السقوط يا رب انت بديت توري الانسان يا رب قصه الفداء، قصه الخلاص. ايوه يا رب انت وريت ادم يا رب في القديم ازاي هيكون في فداء، ازاي هيكون في استرداد للعلاقه اللي بينك وبينه، ازاي هيكون في انت بتستر يا رب لما هو حاول يستر نفسه يا رب بورق التين، وانت جيت يا رب جبت خروف وذبحته علشان تستر يا رب عورته وتستر عيوبه. وبديت يا رب سكه طويله يا رب توري يا رب ادم، وتوري لكل ادم يا رب قصه الفدا، قصه يا رب الصليب، ان الموت كان على الانسان لكن في حمل، في حمل هيجي يموت بدل عنه. ايوه رب انت وضحت القصه بوضوح في سفر التكوين لما جيت ودعيت ابراهيم قلت له قدم لي ابنك وحيدك ذبيحه، وابراهيم طاع، وانت قلت له خد الحمل الخروف بدل ابنك. فده كان يا ربي مثال واضح يا ربي لقصة الصليب وقصة الفداء. نشكرك، نشكرك لأن الصليب حقيقة يا ربي، الموت والفداء حقيقة يا ربي، واضحة يا ربي من التاريخ ومن يا ربي الأحداث ومن النبوات ومن اللي حصل يا ربي في الجلجوسة يا ربي. بنشكرك إن إبليس مش عارف يا ربي مهما كان بيحاول يكذب أو يخدع، لكن مش عارف يا ربي يطمس الحقيقة يا ربي، مش عارف يخبي الحقيقة لأنه كذاب، واللي حصل ده حق. احنا جايين بنشكرك لأنك انت جاي يا رب، جاي تعلن يا رب الحق ده لينا ولكل حد يا رب ذهنه متشتت، وجاي يا رب تكشف يا رب عن العينين علشان العينين تبصر يا رب حقيقة الصليب وقصة الفدا يا رب.
أيوة رب احنا بنسألك يا رب في الوقت ده يا رب ما يكونش مجرد احتفال يا رب بالجمعة العظيمة ولا يا رب بأسبوع الألام، لكن يا رب احتفال يا رب باستعلان يا رب اللي حصل من 2000 سنة في الجلجسة وفي الجلجسة يا رب. اعلن يا رب، اعلن لينا واعلن لشعبنا عن حقيقة الصليب يا رب، عن حقيقة الصليب، عن حقيقة الفداء، عن الحقيقة اللي حصلت يا رب في الصليب يا رب، ان بقى في لينا حق يا رب ان احنا نرجع تاني يا رب وتبقى في علاقة بيننا وبينك من تاني، ان مفيش حجاب بيننا وبينك، الحجاب اتشق يا رب. هللويا، بموتك يا رب اتشق الحجاب وبقى لينا حق يا رب ان احنا نرجع تاني نكلمك. هللويا، بنشكرك بنشكرك لانك مت بدلنا، لانك مت علشان تحمل يا رب اسامنا في الصليب يا رب. لينا يا رب فداء، لينا خلاص. هللويا، في الصليب يا رب لينا حق ان احنا نرجع نتقابل معاك تاني. متشكرين جدا للي انت عملته يا رب، للي انت عملته واللي انت هتعمله يا رب في الاسبوع ده. احنا مصدقين ان اللي هيحصل رهيب رهيب جدا يا رب. اعلان يسوع واعلان المصلوب يملى يا رب الارض. هللويا، هللويا، ليك المجد يا سيد. اشكرك لان الحجاب انشق من فوق لتحت. اشكرك لانك انت جعلت لينا طريق الى قدس الاقداس بدم يسوع المسيح. اشكر الرب النهارده على الطريق المفتوح ليك، طريق حديث حي مكتوب كده هوت في عبرانيين 10 او عبرانيين 9 مش فاكر بالظبط، لكن طريق حديث كرسته لينا. اوعى تفتكر نفسك انك انت واحد في الزحمه. يا رب اشكرك، قول كده هو، تقول له يا رب اشكرك لان انا مش واحد في الزحمه، انت لما عملتني ما عملتش زيي اتنين على الكره الارضيه ديت، وسمتني باسم جديد من عندك لما قبلتك، اصبح ليا في السماويات اسم جديد مكتوب على حصى بيضاء، ليا اسم مخصوص في الملكوت. اشكرك لانك انت فتحت لي الطريق علشان لما اجي اخش القدس الاقداس اقابلك ويبقى لي الحق دوت، ومفيش يا رب حاجز ولا حجاب ولا عائق يعوق الدخول الى قدس الاقداس. عشان كده النهاردة على حساب دمك وعلى حساب صليبك ندخل كلنا مع بعض يا رب النهاردة الى قدس الاقداس. بفضلك قوم وقف وارفع ايديك لفوق، علامة انك انت النهاردة مش هتتنازل عن الحق اللي ليك النهاردة انك تدخل الى قدس الاقداس. قل له انا لي حق النهاردة ان انا ادخل الى قدس الاقداس، ان انا صلواتي مسموعة عندك، ان انا مبرر بدم يسوع، ان انا حر في دم يسوع المسيح، ان انا مشفي من كل اعاقة تمنعني عن ان انا ادخل الى قدس الاقداس. النهاردة ادخل الى قدس الاقداس، ده مكاني، ده حقي كابن للملكوت النهاردة. يا رب أشكرك من أجل الامتياز إن أنا أدخل لمحضرك واستمتع بيك. أشكرك لأنك أنت النهاردة موجود في وسطينا. نشكرك لأنك أنت النهاردة على حساب دمك يا رب أنت بتدخلنا كلنا كجماعة مع بعض، وكل اللي بيتفرجوا علينا النهاردة حضور إلهي يخش يا رب الأوض ويخش يا رب البيوت يا رب، وإعلان معرفتك يا رب يشرق بقوة في اسم يسوع. أشكرك لأن الطريق ممهد، أنت مهدت الطريق. نشكرك على اللي أنت عملته معايا، أشكرك اللي أنت عملته مع أهل بيتي، نشكرك اللي عملته مع الكنيسة، نشكرك اللي بتعمله مع بلادنا، نشكرك على إيدك الممدودة. نشكرك. قل له أشكرك بصوت عالي، ارفع صلاة شكر على عمله وعلى فدائه على صليبه اللي فتح ليك الطريق وفتح ليك وادالك الحق الشرعي انك انت ابن للملكوت تدخل لقدس الاقداس، تستمتع بالحضرة الالهية، تستمتع بالحضور الالهي، تستمتع بالمجد السماوي. هللويا. واحنا واقفين خلينا نقول له كده يا رب، مش عايزين نعيد لوحدنا، لكن عايزين نعيد مع اصحابنا، مع جيراننا، مع كل يا رب حد قريب مننا يا رب. كلنا يا رب يعلن لينا اللي حصل في الصليب من 2000 سنة.
خلينا بصوت واحد نرفع صوتك، ارفع صوتك كده وقول له وانت اللي بتشاهدنا صلي واطلب، اطلب عشان جيرانك، اطلب عشان اخواتك، اطلب عشان زمايلك في الشغل، قول له رب كلنا رب نعيد مع بعض، نعيد مع بعض، نعيد بالمصلوب والميت والمقام من اجلنا بصوت عالي كله، قول نادي يا رب، قول له تعالى تراءى تراءى واعلن يا رب على اللي حصل في الصليب يا رب. املى يا رب، املى ارضنا بالاعلان ده، املى يا رب ارضنا بالاعلان ده، وما ندخلش لوحدنا العيد لكن نعيد مع جيراننا ونعيد مع اصحابنا يا رب. كفايه يا رب، كفايه سنين بتعدي واحنا بنعيد لوحدنا، لكن يا رب السنه دي احنا متمسكين، متمسكين بجيراننا، متمسكين بزمايلنا، متمسكين بشعبنا، نعيد سوا، نعيد سوا، نعيد سوا، يبقى عيد كلنا فرحانين، كلنا فرحانين بالعيد، فرحانين بفدائنا، فرحانين بمخلصنا يسوع. ايوه علي صوتك قول له يا رب انا متمسك، متمسك، مش عايز السنه دي تعدي زي كل سنه، مش عايز الشهر ده يعدي زي كل شهر، لكن يا رب السنه دي والشهر ده يا رب يكون يا رب انطلاقه لشعبنا بالحريه في اسم يسوع. خلينا كلنا مع بعض صلي صلي صلي، قول له يا رب شعبنا بين ايديك، هنعيد سوا يا رب، هنعيد سوا، هنعيد سوا في اسم يسوع. هللويا هللويا. فعش يا رب ان احنا نفرح ونعيد وهما ما يبقوش معانا، عشان كده بنقول لك يا رب تراءى باعلانات سماويه، ارفع ايديك لفوق واصرخ قدام الرب زي ما صرخنا قبل كده في سنين فاتت، قلنا له تعالى برؤى واحلام. جايين النهارده نتحد مع بعض نقول له يا رب تعالى، اعلانات صليب يسوع المسيح تغرق ارض مصر، اعلانات يسوع المسيح تدخل لكل بيوت المصريين وشعب مصر يا رب، اللي انت قلت عليه انه مبارك شعبي مصر، انت خصصت الشعب دوت ليك انت وحطيت اسمك انت على هذا الشعب، عشان كده بنقولك اعلانات الصليب تزداد جدا في هذه الايام باسم يسوع المسيح، رؤى في رؤى وفي احلام يا رب، وفي يا رب هم ماشيين وهم نايمين بكل الصور والطرق يا رب، نديلك الحق انك انت تعلن عن محبتك، عن محبتك يا رب، غزارة في الاعلانات باسم يسوع، وكل قبضة شيطانية وكل أجواء سوداء بيمنع بيها العدو هذا الإعلان، جايين النهاردة نتحد مع بعض نزيح هذه الستارة السوداء باسم يسوع المسيح، الستارة السوداء تتقطع ويرفع وجه النقاب عن أرضنا باسم يسوع المسيح، وسماوات مفتوحة في هذه الأيام، يشرق نورك وحقك وإعلان صليبك يا رب يزداد على شعبنا، يرفع يا رب كل النقاب، كل سحب سودة تزاح يا رب، كل سحب سودة تزاح يا رب في اسم يسوع، تعال اشرق بنورك العجيب، تعال يا رب في صلوات مذخرة بقالها رب عشرات السنين وانت سامع الصلاة، وانت الاله القدير الذي لا يعثر عليك امر، واحنا جايين النهاردة نعلن ايماننا انك انت القدير تصنع في هذه الايام يا رب، لانك انت تيجي بنفسك، وزي ما جيت الله المتجسد جيت إلى أرضنا وقسمت التاريخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، تيجي يا رب أرض مصر الأيام ديت تقسم التاريخ جوه أرض مصر، ويبقى في أعياد جديدة يا رب، أعياد جديدة، لأن يسوع دخل إلى أرضنا وإعلان يسوع بيشرق على كل شعبنا، عشان شعبنا يفرح، عشان شعبنا يا رب يطلق، عشان شعبنا يا رب يشوف النور، عشان شعبنا يطلع للنور ويفرح، يفرح يا رب، الشعب ده حقه يفرح، الشعب ده حقه يا رب يفرح بإلهه باسم يسوع المسيح. هللويا. احنا جايين بنشكرك لانك انت اللي اديتنا الاعلان، قد اتت الساعه، مجد يسوع، واحنا مصدقين يا رب ومتمسكين جدا يا رب ومنتظرين يا رب اعلان مجدك، اعلان مجد يسوع في ارضنا، ارضنا تتملي يا رب بعلامات هتتسمع عن يسوع وعن المصلوب، ارضنا تتملي بايات وعجائب يا رب تشاور على يسوع، وشعبنا يبصر يسوع وهو بيقول يصنع الخير، زي ما انت كنت بتقول تصنع خير وانت على الارض، تعال قول واصنع يا رب في ارضنا ايات وعجائب تشاور عنك يا رب، مجد يسوع، مجد يسوع، منتظرينك، منتظرينك تيجي، لانك انت النور الحقيقي الذي يضيء كل انسان أطأ الى العالم، تعال ونور، نور في وسط الظلمة اللي حوالينا، انت تشرق بنورك في وسط الظلمة اللي حوالينا، انت تيجي باعلان عن النور الحقيقي يسوع،
يسوع هو النور الحقيقي، يسوع هو اللي بينور في كل ضلمة، يسوع هو الفادي والمخلص. اعلن عن يسوع، اعلن عن يسوع، واملأ أرضنا بالإعلان عن يسوع المصلوب. هاللويا 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 هاللويا. لا تذكروا الأوليات ولا القديمات، لا تأملوا بها، ما تبصوش على القديمات، لأني صانع أمرا جديدا. عشان كده من فضلك قوم واتحد معانا، ده زمن، زمن حسم ما جاش زيه قبل كده هوت، والكيل عمال يتملي يتملي، وهيحصل إذ فجأة، إذ فجأة هبوب رياح عاصفة. المسيح قال الريح تهب حيث تشاء، الريح تهب حيث تشاء. انت ما بتعرفش جاية منين ولا رايحة على فين، بتعمل ايه، انت ما بتعرفش هي بتعمل ايه. خلونا نرفع ايدينا علامة ايمان مع بعض، خلونا كلنا نتحد مع بعض. احنا مش جايين نتفرج على منبر بيقدم شوية صلاة، لكن احنا جايين مع بعض كجماعة، مع بعض نتحد مع بعض، ونصدق كلنا على قلب رجل واحد. قل له يا رب رياح شديدة من الروح القدس، رياح عاصفة شديدة تيجي يا رب، تلصق كل يا رب ضلال على أرضنا، وتلصق يا رب كل كذب، وتفضح يا رب كل ظلم باسم يسوع، يلصق على الأرض باسم يسوع. ونعلن سقوط مملكة العدو، نعلن العدو قد تم خرابه إلى الأبد باسم يسوع. وليأتي نورك العجيب وفجر جديد على أرضنا، وشمس جديدة على أرضنا، ونور عجيب يا رب يشرق على بيوت المصريين باسم يسوع. غزارة في الإعلانات في هذه الأيام عن مين هو يسوع، غزارة في الإعلانات عن مين هو يسوع المخلص الفادي. صليب يسوع يستعلن بقوة، صليب يسوع يستعلن بقوة. هللويا. والكذاب يتفضح، والكذاب يتفضح، وفضحته تبقى بجلاجل في إعلان الحق. اعلن عن حقك وافضح الكذاب. الكذاب ابو كل كذب، ده اسمه، اسم ابليس الكذاب ابو كل كذب. يتفضح والحق يبان، والاعلان يملى السماء، والاعلان يملى السماء. قل له كده يا رب احنا عايزينك تفضحه، وفضحته تبقى بجلاجل. قل له، قل له يا رب فضيحه بجلاجل للكذاب ابليس. يتفضح الكذاب اللي بيكذب وبيشوه الصوره اللي حصلت في الصليب، يتفضح، واعلان الصليب يملى ارضنا. قل له، قل له، قل له يا رب احنا عايزينك تيجي، تيجي وتعلن عن حقك، اعلن عن حقك يا يسوع، اعلن عن حقك يا يسوع في اسم الرب يسوع. قل له يا رب انت اديتنا السلطان، احنا نربط الكذاب النهارده، واحنا جايين نقف ونربط الكذاب، يتربط، ما يبقاش لي حريه تاني، لا يرمي كذب ولا يرمي خداع في اذهاننا ولا في عقولنا. نهايه الكذب ونهايه الاخداع في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع بنعلن انك انت مهزوم، مهزوم ومن داس تحت الاقدام، ومش هتتحرك بحريه تاني في ارضنا. هللويا هللويا. خلونا نصلي من اجل فضايح ورا بعض متتاليه تفضح الكذاب ابليس، فضايح متتالية ورا بعض في الزمن اللي جاي، فضايح متتالية باسم يسوع، فضايح متتالية. يتعرى الوجه القبيح لهذا العدو اللي بيغلف الوجه بتاعه بشكل وبيجمله، يتفضح ويبان الحقيقة بتاعته. يا رب تعالى نور القلوب، يا رب تعالى نور القلوب، تعالى يا رب نور العيون، تعالى افتح العيون، شيل كل العصائب السوداء على الأذهان، كما لو كان إبليس غمى الناس وحط عصائب سوداء على عيونهم باسم يسوع المسيح. النهاردة، النهاردة وإحنا بنتحد مع بعض، ينقطع كل العصائب السوداء، ونعلن حرية، ونعلن إبصار جديد لكل اللي ما شافوش النور قبل كده، هو يبصروا النور، يبصروا النور في اسم يسوع. ايوه يا رب احنا بنسال نور يا رب في العيون، نور في العيون. زي ما شاول يا رب كان ماشي وفاكر ان هو بيعبد الاله الحقيقي وبيحارب وبيقتل، يا رب رسلك وانبيائك، وكان على عينيه كشور يا رب، الكشور تسقط يا رب من على العيون فتبصر العيون النور. نور يا يسوع، نور يا يسوع. اشكرك لانه على الصليب حسمت المعركه، اشكرك لان على الصليب قلعت النياشين اللي على اكتاف العدو، قلعت نياشينه واشهرته جهارا ظافرا به في الصليب.
أشكرك لأنك غلبت إبليس بالموت، غالبا الموت بالموت يا رب. أشكرك، تعال بافتقاد على شعبنا في هذه الأيام. عايزين النور يملأ أرضنا، فخلونا نتحد بالدكتور عصام بيقول يا رب نور، نور في الأذهان ونور في العقول، واعلن عن صليبك والكل يشوف يا رب صليبك وإعلان صليبك. أرضنا تتملي، تتملي الصليب، يتملي يملأ السماء والناس تشوفه بالأعيان، وكل شعبنا يبصر يسوع والمصلوب. يا رب احنا بنشكرك على يسوع المصلوب من أجل كل واحد في الدنيا دي، المسلمين والمسيحيين والبوذيين ولم ما يعرفوكش خالص، واحد واحد بالاسم يا رب انت مت بدلهم. احنا عارفين قيمة صليبك اللي نقلنا من الضلمة للنور ومن الموت للحياة، اللي ادانا حرية وادانا تصالح وادانا سلام، واحنا بنحب شعبنا قوي يا رب، نفسنا يتمتعوا يا رب بالسلام اللي معاك زي ما احنا متمتعين بيه. عاوزين يسوع يعلن لكل قلب، بالذات في الشهر اللي اخواتنا صايمين فيه يا رب ورافعين وجههم للسماء يا رب، احنا بنتحد معاهم وبنرفع طلباتهم ليك، يشوفوا يسوع، يشوفوا مجده، يشوفوا حلاوته، يشوفوا غفرانه، يشوفوا محبته، يحسوا بإيديه على كتافهم، يشوفوا إنه بيدور على واحد واحد من شعبنا. إحنا بنتضرع إليك يا رب، نرفع صلواتهم ليك أنت، ونقول لك أعلن نفسك ليهم، زورهم بالنهار أو بالليل في صلواتهم أو في نومهم أو في صحيانهم. الأيام دي اقترب من فراش المرض لكتير قوي من شعبنا، تعال زورهم زي ما زرت في يوم الأيام حماد سمعان ولمستها والحمى اتشالت. كتير من شعبنا في حمى يا رب، في مرض أو في خطية أو في ضعف، أو انت عارف كل محتاجك. زور يا رب، زور، زور في البيوت، زور في المستشفيات، زور في الشغل، زور في النوم. المهم شعبنا رافعينه ليك يا رب. الأيام دي ما تعديش يا رب، الأيام دي ما تعديش إلا المصاليب ابنك يعلن يا رب لملايين من شعبنا.
علشان خاطر يسوع وعلشان خاطر دمه يا رب، ولأننا بنطلب في شفاعته استجبنا يا رب. آمين. 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 في دانيال 3 نبوخذ نصر الملك صنع تمثال من الذهب طوله 60 ذراع وعرضه 6 أذرع، ونادى على البلاط الملك بتاعه والمساعدين بتوعه وكل اللي في القصر وقال لهم تعالوا ندشن التمثال ده، وقال لهم كده ينادي منادي بشدة: قد أمرتم أيها الشعب، أمرتم أيها الشعب والأمم والألسنة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنتير والمزمار وكل أنواع العزف أن تخروا ساجدون للتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نارا متقدة. لأجل ذلك واكتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والسنتير وكل أنواع العزف خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر. الواقع بيقول هنا أن في تمثال، في صنم، في بعل لازم كل الأرض تسجد ليه، ونادى وكان في تهديد لكل اللي مش هيسجد للتمثال ده هيترمي في النار. ولأجل ذلك تقدم حينئذ الرجل الكلدانيون ده المشتكي واشتكى على اليهود، جاءوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك عش إلى الأبد، أنت أيها الملك قد أصدرت أمر بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والسنتير والمزمار وكل أنواع العزف يسجدون للتمثال، ومن لا يخر ويسجد فأنه يلقى في وسط أتون النار المتقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدو ناغو. فيه ناس موجودة في ولايتك مش بتسجد للتمثال. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، إلهتك لم يعبدون، والتمثال الذهب الذي نصبته لم يسجدون. هنا غضب نبوخذ نصر وقال، حينئذ أمر نبوخذ نصر واغتاظ بأحضار شدرخ وميشخ وعبد ناغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمد يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو لا تعبدوا إلهي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبته، فإن كنتم الآن مستعدون عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنتير والمزمار وكل أنواع العزف تخرون وتسجدون. قال له عندكم كده فرصة، أنتم مش عايزين تعبدوا الآلهة بتاعتي ولا عايزين تسجدوا ليها، عندكم فرصة يا إما تسجدوا للآلهة بتاعتي وتعبدوها يا إما هرميكم في الأتون، فإن كنتم لم مستعدين فححييكم، لو كنتش مستعدين لما تسمعوا الصوت هرميكم في النار، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار. وهنا بدأ يسخر من الإله بتاعهم، بيقول لهم: ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ ما قال لكم مفيش لكم فرصة، مفيش حد هيقدر ينقذكم من يدي، يا تسجد يا هرميك في النار. فكان الرد الطبيعي شدرخ وميشخ وعبد ناغو يقولوا له: طب يترجوه، طب ده إلهنا، طب ده احنا من شعب الله اللي ما ينفعش نعبد إله تاني غيره. لكن هم برضو ردوا عليه برد، قالوا له: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلى هنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. هنا العيان بيقول إيه؟ بيقول في تمثال لو ما تسجدش ليه هيترموا في النار. العيان بيقول إن مفيش حل قدامك يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو غير إنك أنت تسمع كلام الملك، يا إما هتموتوا. لكن هم كان عندهم إيه؟ إيمان، مصدقين في إلههم. قالوا للملك: إحنا ما يلزمناش إلهك ولا يلزمنا صنمك، إحنا عندنا إله حي يقدر ينقذنا من أتون النار. كانت النتيجة الحتمية بعد بالكلام الحد اللي ردوا بيه على الملك إن هو يغتاظ ويحمل أتون، مش الأتون العادي ده، حماه 7 أضعاف النار اللي كانت فيه، وأمر إن الفتية الثلاثة يتربطوا ويترموا في النار.
وجاب أقوياء خدوهم كده ورموهم فين؟ في النار. وأول ما رموهم في النار، أول ما الأقوياء دول قربوا من النار، الأقوياء هم احترقوا. وتفاجئ نبوخذ نصر إن فيه واحد، إن الثلاثة أولا مفكوكين وبيمشوا، في واحد شبيه لابن الآلهة موجود معاهم. الواقع إن بيقول في نار، في آلهة غريبة إن لازم أعبدها، في آلهة غريبة متسلطة على الأرض وإن لازم نعبدها. لكن إيمان شدرخ وميشخ وعبدناغو في إلههم خلى إلههم يجي يبقى معاهم فأتون النار. إذا كان في تجربة، الواقع إن بيقول في تجارب، الواقع إن بيقول إن في ضيقات، الواقع بيقول إن في تحديات عظيمة، لكن إحنا مصدقين إن إحنا لينا إله في وقت التحديات، في وقت الصعاب يبقى إيه؟ معانا. فأتون النار يبقى معانا، يجي ويتمشى معانا في الألم وفي المرض، هو معانا في الضيق، هو معانا في أحملنا، هو حملها أساسا، أحزاننا شالها، في كل حاجات واقعية. في احنا مصدقين ان احنا لينا إله يقدر يجتاز بينا في الطريق ده. ولما شاف الملك الكلام ده عمل ايه؟ المبارك مبارك إله شدرخ وميشخ وعبد لائغه، هو الإله الحقيقي، ده الإله اللي بيسمع، ده الإله اللي بيجي للي بيعبدوه. وتغير كلام الملك. عدو كل بر حفر حفرة، والحفرة دي وقع فيها زي ما نادى نبوخذ نصر إن لازم الشعب كله يعبد التمثال، يعبد الصنم. أصدر مرسوم ونادى وقال إيه؟ الإله الحقيقي هو إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو. وهنا عايزين نقول له كده، يا إبليس أنت كل حفرة هتحفرها إحنا مصدقين إن إلهنا هينجينا، في الأتون هيبقى معانا، في المرض، في الكورونا هيبقى معانا، أيا كانت الضيقات اللي جاية علينا، أيا كانت المشاكل اللي جاية علينا، مصدقين فيك، مصدقين إن أنت جاي عشان تنقذنا. غمض عينك كده قول يا رب إحنا مصدقين إن كل حفرة حفرها إبليس لينا أنت هتنجينا منها، وهو اللي هيقع فيها. احنا مصدقين يا رب انك انت الرب القدير الذي لا يغزى منتظروك. احنا يا رب عايزين نبقى مليانين بالايمان بتاع الفتية الثلاثة، ان احنا حتى لو ترمينا في النار ففي يسوع، في يسوع اللي هيبقى معانا. والتجربة دي يخرج منها مجدك، ايا كانت التجربة هيخرج منها مجدك، مش هتعدي كده، لكن التجربة هتهد مملكة العدو. في وسط الكورونا ده هيحصل إعلان عن يسوع، في وسط الألم والتعب اللي موجود في الأرض يسوع يتمجد بشفاءات، بآيات وعجائب في أرضنا، ويسوع يتمجد. لأن احنا مصدقين إنها قد أتت الساعة، والساعة دي يا رب أنت جاي تعلن عن نفسك وتمجد يسوع في وسط الضيقات، في وسط المتاعب، في وسط الأحمال اللي احنا فيها. اسم يسوع يا رب. كل الناس اللي موجودة في المستشفيات بيعانوا من الكورونا يا رب، وعلى فراش الموت، وأشباح الموت بتتنطط يا رب حواليهم، احنا جايين نعلن خلاص يسوع، احنا جايين نعلن سلطان يسوع، احنا جايين نعلن فداء يسوع، احنا جايين نعلن صليب يسوع. نحن لن نخاف من العيان يا رب، كل خوف جوه قلوبنا، جوه قلب شعبك يا رب، الخوف من المرض، الخوف من الموت يا رب، النهاردة على حساب دم يسوع المسيح اللي مات على الصليب، النهاردة الخوف ده ينكسر، الخوف ده ينكسر، سلطان الخوف ينكسر، سلطان الموت ينكسر، لأن المسيح خلصها على الصليب، لأن يسوع خلصها على الصليب، دفع الثمن بالكامل، وبالموت غلب الموت، يسوع عدى فيها وغلب. جايين نعلن كل خوف مرمي على شعبنا ينكسر من المرض، كل خوف على شعبنا من المرض يا رب ينكسر، كل خوف على الكنيسة يا رب ينكسر باسم يسوع وسلطان المرض يا رب ينكسر، بإعلانك عن نفسك وعن محبتك على أسرة الموت وعلى أسرة الفراش يا رب بتاعت في المستشفيات يا رب، والحالات المستعصية، والناس اللي الأكسجين بتاعهم واطي، والناس اللي حرارتها عالية جدا، واللي الناس فقدت وظائف في أجسادها باسم يسوع المسيح. النهاردة يا رب جايين نعلن إن يسوع
اسمه يسوع، اسمه يسوع المخلص الشافي يا رب. والأبواب اللي حطها العدو علشان يا رب الشفاء لا يقتحم، احنا جايين نتنبأ على انهيار هذه الأبواب، الأبواب دي تتفتح على مصراعيها يا رب من غير حدود باسم يسوع. ملايين يا رب يشفوا، ملايين يا رب يشفوا من أمراض مستعصية، مش بس الكورونا لكن من أمراض مستعصية يا رب، شفاءات يا رب. لا نخاف من العيان لكن نسلك بالإيمان زي شدرخ وميشخ وعبد نغو، نؤمن إن الشبيه بابن الآلهة الرابع يا رب يسير معنا ويسوع يتمجد. المجد بتاع يسوع يبقى من غير حدود، المجد بتاع يسوع يصفق له كل الشعوب هتافات وتصفيق وتسبيح وهتاف وأفراح ومجد ليسوع غير عادي في الزمن اللي جاي. نتنبأ على ان يسوع يرتفع جدا، يستاهل، يستاهل اللي دفع الثمن، يستاهل. قل له انت تستاهل، تستاهل كل المجد، تستاهل انك انت ترتفع جدا، تستاهل تاخد كل الكرامة، تستاهل انك انت تعلى قوي قوي قوي، تستاهل. ده حقك، ده مجدك، ده اسمك، اسمك عظيم اعلى من كل اسم. واحنا جايين النهاردة بالإيمان، بالإيمان نسلك وليس بالعيان، ليس من واقع خوف ولا من واقع ضيق، لكن قلوبنا مثبتة على يسوع صخر الدهور، صخر الدهور. يا رب نشكرك. اقف معايا اقول له لو الواقع بيقول في مرض، احنا مصدقين انك انت عندك واقع تاني. قول له كده، انت عندك واقع تاني. لو الاعيان بتقول ان كورونا هيمنت على الارض وخدت راحتها قوي، هيمنت على بلدنا والاعداد عماله تزيد وتزيد، لكن انت عندك واقع تاني واسمك هيتمجد من خلالها. هو عدو كل بر قصد ان يحصد ارواح، لكن انت عندك واقع تاني، انت عايز تمجد نفسك من خلال المرض ده. يا رب احنا بنصدقين كده انك انت هتبدل الموت والمرض لحياة. أمين. حياة من خلال مقابلات لناس. أمين. في المستشفيات مش هتتقابل. أمين. مع اشباح ولا مع شياطين، لكن هتقابل مع يسوع شمس البر والشفاء في اجنحتها. اقول له يا رب احنا عايزينك تيجي وتعمل زيارات لكل الناس المعزولين سواء في بيوتهم او في المستشفيات، وتعلن عن نفسك، اعلن عن نفسك يا يسوع. مصدقين فيك، مصدقين يا رب ان كل اللي بيصنعه إبليس لا ينجح، لا ينجح لأنه فاشل. وانت يا رب إله النجاح، يا رب انت إله النصرة، انت إله الغلبة. واحنا مصدقين يا رب انك انت هتبدل الواقع وهتبدل الأعيان يا رب، وتأتي بشفاءات، وتأتي بشفاءات، وتأتي بحرية، وتأتي بإطلاق يا رب لكل حد يا رب تعبان ومزنوق ومعزول سواء في المستشفى أو في البيت. يا رب بنسأل يا رب روحك القدس يزور يا رب زيارات، زيارات لكل حد يا رب محجوز في البيت أو في مستشفى على جائزة تنفس يا رب، أو كان تعبان يا رب أو خايف، تعال وزوره واعلن عن نفسك، واعلن عن نفسك في اسم يسوع، في اسم يسوع. أمين 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 أمين. شكرك لأنك دفعت الثمن بالكامل، اشكرك لانك خلصت الموضوع بالكامل، اشكرك لانك انت بتسمعنا، اشكرك لانك انت بتستجيب، اشكرك لانه اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون في وسطهم، اشكرك لانه اللي يخبط على بابك انت اللي قلت اساله تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لان كل من يسال ياخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. احنا جايين نعلي صراخ قلوبنا اليك. افتقد شعبنا يا رب، افتقد شعبنا، افتقد شعبنا، وهو ناس كتير منه يا رب مذلولين من المرض. تعال بآياتك وعجائبك، تعال بمحبتك وإعلان محبتك في صليب يسوع المسيح، يستعلن بقوة، يستعلن بقوة في هذا الزمن في اسم يسوع. هللويا.
خلينا نتحد بالدكتورة نورة، هي بتطلب من أجل كل حد معزول في مكانه، ما يبقاش لوحده، ما يبقاش ده وقت عزلة، لكن ده وقت مقابلات شخصية. كل حد يتقابل معاه الرب مقابلات شخصية ويعلن له عن نفسه. نشكرك، نشكرك عشان حنان قلبك، نشكرك عشان أنت شمس البر وشفاء في أجنحتك. نشكرك علشان يا رب أنت يا رب اللي بتدور يا رب على التعبان، أنت اللي بتدور على المكسور، أنت اللي بتدور على الوحيد يا رب، أنت اللي رحت يا رب المفلوج يا رب اللي في بركة بيت حزدة، لأنه يا رب ما كانش دي إنسان، وأنت رب اللي زرته، وأنت اللي حسمت المرض. وإحنا رب الأيام دي يا رب بنقول لك زيارات 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 لناس في بيوتها، زيارات لناس في المستشفيات، زيارات لناس في الانتنسيف كير يا رب، يا رب زيارات لكل شخص يا رب وحيد، لكل شخص حاسس كأنه ما بين أربع حيطان، لكل شخص حاسس أنه لا حول ولا قوة له. يا رب يا رب تعالى تعالى اتقابل معاه، اتقابل مع روحه ومع نفسه يا رب، اتكلم لقلبه، اعلن له عن شخصك، اعلن له عن محبتك، اعلن له عن خلاصك يا رب. وضع يدك يا رب، ضع يدك على مرضى كثيرين يا رب فيبرؤون، يا رب فيبرؤون ويعرفوا أنه يسوع المسيح هو اللي أبرأهم يا رب. الأيام دي، الأيام دي ناس وهي قاعدة رب يا رب معزولة يا رب، يكون وقت يا رب فعلا بتراجع نفسها وبتراجع معتقداتها، بتراجع يا رب إيمانها، والروح القدس يعلن لقلبها الحق. الروح القدس يجي بنور يا رب، يجي بنور يفضح الكذب يا رب، يوري الضلال، يكشفه يكشفه، يكشف كل ضلال وكذب يا رب، ويعلن عن الحق يا رب. ونورك تشوف العيون يا رب، نورك تشوف العيون، كلامك كلامك اللي يملى الودان واللي يملى الأذهان يا رب. يا رب الأيام دي نرسل عمل الروح القدس يا رب لكثيرين يا رب في شعبنا، لآلاف مؤلفة يا رب في وسط شعبنا وأرضنا يا رب. اعمل عمل على قدك، اعمل عمل على قدك، أنت تقول تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، ليك المجد يا رب. كل المقيدين في هذه الأيام النهاردة جايين نطلق فكاك من كل عبودية ومن كل أرواح شريرة في اسم يسوع المسيح. جايين نعلن في هذا الأسبوع إن الأسبوع دوت إطلاق لمأسورين أحرار، ناس مقيدين بأرواح شريرة وبأعمال سحر في اسم يسوع المسيح. جايين نعلن إن العدو قد تم خرابه إلى الأبد، مش بس يا رب شفاءات لكن تحرير أيضا. أنت تحرر من كل يا رب، من كل قبضة شيطانية عدوك أطبق بيها على قلوب وعلى نفسيات ناس كتير وعلى أرواح ناس كتير. فكاك يا رب، فكاك، ارفع ايديك وانت بتقول له يا رب فكاك للأسرى والمأسورين، فكاك يا رب، تعال نور القلوب ونور العيون، وفكاك يا رب للملايين من شعبنا باسم يسوع. لا تتغير، لا تتأخر.
أمين. خلونا نتحد كلنا مع بعض أن الرب يمد إيده لكل الطلبات اللي موجودة ديت، كل طلبات الصلاة. في ناس بتبعت طلبات من أجل أمراض، أمراض كورونا، أمراض مستعصية. في حد ابن لينا محبوس بقاله وقت في قضية ملوش دخل بيها خالص. عايزين نسأل حرية، عايزين نسأل إطلاق، عايزين نصلي للعيلة بتاعت اللي هو أبو وأم الولد دوت، إن رب يعينهم ويشجعهم، خدام من وسط الكنيسة في وسطينا. ارفع ايديك وقول له يا رب مد ايدك، مد ايدك، اعمل يا رب معجزات، اعمل معجزات يا رب. تحنن واشفق، تحنن واشفق. مد ايدك يا رب على كل طلبة من الطلبات ديت، اصنع خلاص، اصنع رحمة من عندك. مد ايدك يا رب بالبركة في اسم يسوع والشفاء يا رب لكل يا رب اللي بيعانوا بانه باسم يسوع المسيح. انت الاله القدير، انت اللي صانع سلام، انت رب اللي تصنع عجب يا رب في هذه الايام. نشكرك، نشكرك لانه في الصليب يا رب انت دفعت الثمن بالكامل. نشكرك لانه بحبرك شفينا. نشكرك يا رب لان انت تمد ايدك لابنك اللي في الحبس يا رب، انت يا رب اللي تعينه يا رب وتشجعه وترفعه وتحميه من كل اخطار العدو يا رب في اسم يسوع. نسأل يا رب تشجيع لباباه ومامته، نعمة من عندك يا رب. مد ايدك للعيلة ديت بتشجيع يا رب، سألين من عندك يدك القديرة، تمد يدك وترفع وتشدد وتشجع وتحكم يا رب بالعدل. يا رب تحكم بالعدل، احنا بنحط يا رب سرعة في الإجراءات يا رب في جلسة النقض اللي جاية باسم يسوع. يا رب عجل بيها، عجل بالأمر دوت، عجل بالأمر دوت، وتعالى احكم، احكم بالعدل يا رب، احكم بالعدل في اسم يسوع. تعالى تعالى تنزل في وسطينا بآيات وعجائب في اسم يسوع المسيح. لو انت بتعاني من اي مشكلة او من اي مرض، من فضلك ارفع ايديك لفوق، ارفع ايديك لفوق واطلب. والنهاردة نثق ان الهنا حي موجود في وسطينا، الهنا حي موجود في وسطينا، يعرف يمد ايده. او لو انت عايز تصلي من اجل حد تاني ارفع ايدك برضو واعلن هذا الايمان ان الهنا اله قدير. نحن لا نضارب الهواء، احنا مش بنقعد على المنبر علشان نقعد نتكلم ونصلي ونعلي صوتنا او نقعد نفرم كده هوت، لا، احنا بنخاطب اله حي، اله قدير، اله بيسمع الصلاة. هو اللي قال لنا اسألوا تعطوا، واطلبوا تجدوا، واقرعوا يفتح لكم. هو اللي قال لنا، هو اللي قال لنا ان هو يسير معنا في اتون النار. هو اللي قال لنا ان هو معنا طول الطريق. هو اللي قال لنا انه بموته غلب الموت. هو اللي قال لنا، هو اللي قال لنا صدقوا اللي انا جاي اعمله في وسطيكم، لا تتاملوا القديمات، لا تتاملوا بها، انا صانع امر جديد. هو اللي قال لنا، هو اللي وعد، واللي وعد مسؤول عن الوعد اللي قاله، هو اللي وعد. عشان كده يا شعب الرب في كل مره هتصدق هتاخد، وعلى قد ما هتفتح ايديك هتاخد وهتغرف من الملكوت. عشان كده خلونا نفتح ايدينا ونغرف من الملكوت شفاء لينا وللناس اللي حوالينا. خلونا نصدق في كل طلبات بنقولها قدام الرب، الرب يسمع والرب يستجيب، لانه اله حي وبيسمع، اله موجود، اله صالح. يا رب مد ايدك على كل واحد موجود النهارده رافع ايده امام جلالك. مد ايدك بالشفاء، مد ايدك بالتحرير، مد ايدك بالتعويض على كل ظلم، على كل افترى من العدو، على كل رب، على كل رب خصام جوه العائلات يا رب في اسم يسوع. الاسبوع دوت نهاية لكل يا رب خصام جوه العائلات يا رب. يسقط 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 كل زرع شيطاني، توبة ورجوع اليك وغفران، اطلاق للغفران، اطلاق واتضاع يا رب ما بين الازواج والزوجات باسم يسوع، وشفة للابناء باسم يسوع. ادخل البيوت، ادخل العائلات، تعالى ادخل بيوتنا، ادخل بيوتنا، ادخل كنائسنا، اصنع عمل عجيب، اسقط كل جبال حطها العدو باسم يسوع، حطها العدو ما بين الطوائف وبعضيها. في هذا الزمن نتنبأ بسقوط مملكة العدو جوه كنائسنا يا رب. قبول وحب وغفران يا رب، وتعالى بافتقاد عجيب للكنيسة، عشان الكنيسة يا رب تبقى، عشان الكنيسة يا رب تبقى عروستك اللي مش متقطعه،
عروستك الحلوة الجميلة، انت نفسك العروسة تتلم، تعال بالروح اصنع في الخفاء معجزات، معجزات، معجزات في العلاقات، العلاقات العائلية والعلاقات الكنسية، معجزات يا رب، معجزات، زمن معجزات جديد. نؤمن انك انت الاله القدير. خلينا نختم اجتماعنا بالصلاة الربانية مرنمة مع اخواتنا.